السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله أكون جميعا بخير. إن شاء الله النهاردة نتكلم مع بعض على نظم التزاوج أو نظم التربية في الحملات الزراعية System of Meeting، واللي بيتكون عندي من 3 فئات أو 3 مكونات، اللي هو أول مكون عندنا أو أول نوع من أنواع التزاوج اللي هو الراندم ميتينج أو التزاوج العشوائي. تاني نوع من التزاوجات اللي هو التزاوج على أساس التركيب الوراثي أو بيسموه التزاوج الوراثي او على اساس صلة النسب جينوتيبك ميتنج، وعندي بعد كده النوع الثالث والاخير وهو التزاوج المظهري، ودي بيتم على اساس الشكل الخارجي او المظهر الخارجي للصفة او اداء الصفة الموجود عند الحيوان. اول حاجة التزاوج العشوائي، اول نوع عندي من انواع التزاوج اللي هو التزاوج العشوائي، هو في معناه او مضمونه هو عبارة ان كل ذكر في العشيرة عندي له نفس الفرصة في تلقيح اي انثى، بمعنى ان كل الذكور ممثلة عندي في الجيل التاني، ما بتحيزش لذكر معين. عشان اتبع هذا النظام في الحملات الزراعية لازم يتوفر عندي عدد كبير من الذكور، ولكن يمكن تطبيقه لان في الحملات الزراعية بيكون عندي عدد ذكور من الطبيعة اقل من عدد الناس، او النسبة الجنسية بتكون اقل لعدد الذكور طبعا ما عدا في الحمام اللي بيكون في الدواجن. فممكن اتبع هذا النظام اللي انا بقسم عند الذكور الموجودة وبقسم الناس لمجموعات بحيث كل ذكر يلقح عدد متساوي من الإناث الموجودة عنده. بعد كده التزاوج على النسبي أو التزاوج على أساس التركيب الوراثي للأفراد، وتحت هذا النظام بينقسم عند التزاوجات إلى نوعين. أول نوع عند الإني بريدنج أو التربية الداخلية، وهي تزاوج أفراد متوسط معامل القرابة ما بينهم أكبر من متوسط معامل القرابة في القطيع. طبعا بناء عليه تقسم الى 3 فئات. اول حاجة عندي اللي هي التربية الطرازية او اللاين بريدنج، وفي الحالة دي او في نوع هذا النوع من انواع التزاوجات اللي انا بزود صلة القرابة ما بين فرد متميز عندي في القطيع وبقية افراد القطيع، بقعد ازود نسبة نسبة دم هذه السلالة او هذا الفرد في القطيع الموجود عندي. تاني حاجة التربية الداخلية من الدرجة الاولى، وبكون الافراد المتزوجة صلة القرابة بينهم كبير، زي تزاوج الاب مع بناته او الام مع اولادها او تزاوج الاخوة، فبيكون عبارة عن تزاوجات من الدرجة الاولى او تربية داخلية من الدرجة الاولى. تالت نوع من انواع التربية الداخلية، التربية الداخلية من الدرجة الثالثة، وفي هذا النوع من التزاوج بيكون الافراد المتزوجة اقل كرامة من الدرجة الاولى، زي تزاوج اولاد العم او اولاد الخالة او اولاد الخالات. عندي التربية الخارجية الـ outbreeding، هي تزاوج أفراد متوسط معامل القرابة بينهم أقل من متوسط معامل القرابة الموجود بين بقية أفراد القطيع، أو قد لا يكون ليس بينهم صلة قرابة أو نسب. الأفراد أو الأفراد المتزوجة ليس بينهم إيه صلة نسب. وبناء عليه عندي حاجتين، عندي خلط السلالات أو الـ cross breeding اللي تحت منها كذا نظام. في خلط السلالات هي عبارة عن خلط ما بين سلالة وسلالة أخرى تحت نفس النوع، بمعنى اللي أنا عندي مثلا نوع الأبقار في منه كذا سلالة، كل هذه السلالات تحت نفس النوع، فهنا بيمثل خط السلالات هي تزاوج أفراد ليس بينهم صلة نسب أو قرابة، سلالة مع سلالة أخرى ولكن تحت نفس النوع. دي فرقها عن الخلط الخارجي والخلط القمي والقاعدي، دي بيكون تحت نفس السلالة، تحت نفس الإيه السلالة، يعني ممكن يكون عندي لاينز أو فاميليز معينة لكن في نفس السلالة وليس سلالة وسلالة أخرى، وهنتكلم عنها بشكل من التفصيل. النوع الثالث من أنواع التزاوجات اللي هو التزاوج المظهري. التزاوج المظهري في منه نوعين، التزاوج المظهري الموجب والتزاوج المظهري السالب. التزاوج المظهري الموجب بيكون الأفراد المتزوجة متشابهة في المظهر الخارجي للصفة، بمعنى لو أنا زوجت أفراد متوسط الوزن بتاعها أعلى من متوسط وزن القطيع مثلا 5 كيلو جرام مع افراد اخرى يزيد متوسط انتاجها عن متوسط العام للقطيع ب5 كيلو جرام، فبالتالي بنسميه تزاوج مظهري موجب، لان الافراد المتزوجه كلها بيزيد متوسط انتاجها عن متوسط القطيع ب5 كيلو جرام سواء كان ذكور او اناث. بينما لو انا زوجت افراد متوسط وزنها اعلى من متوسط القطيع ب5 كيلو جرام مع افراد يقل متوسط انتاج عن متوسط العام للقطيع ب5 كيلو جرام بسميه تزاوج مظهري سالب، لان يعني الافراد المتزوجه في هذه الحاله بيكون عكس بعض في الصفه، افراد يزيد متوسط انتاجها مع افراد يقل متوسط انتاجها
فبالتالي بيكون متضاد في مظهر للصفة. طبعا من ضمن مميزات التزايد المظهر اللي هو بيعمل على زيادة التباينات أو الاختلافات الموجودة بين أفراد القطيع، واللي من شأنه بيزود أو بيسرع من تأثير الانتخاب في عملية التحسين. يعني إذا كان عند قلة التباينات في القطيع الموجودة عنده، عايز أزود هذه التباينات أو الاختلافات عشان الانتخاب يدي تأثيره، فممكن أتبع التزاوج المظهر. هنيجي نتكلم مع بعض عن التربية الخارجية الأوت بريدنج بشكل بالتفصيل. الأوت بريدنج أو التربية الخارجية زي ما اتكلمنا هي بيسموها تربية الأباعد، وهي عبارة عن تزاوج أفراد معامل القرابة بينهم أقل من متوسط معامل القرابة فين في القطيع، أو إن الأفراد تكون متزوجة لا تمت لبعضها بصلة قرابة. الحاجة التانية اللي احنا عايزين نعرفها ان التربية الخارجية بتختلف عن تربية الأقارب. تربية الأقارب اللي هي التربية الداخلية، يعني في ان تأثيرها غير تراكمي، بينما في التربية الداخلية بيكون التأثير بتاعها تراكمي، وبيظهر تأثير التربية الخارجية في الجيل الأول والجيل الثاني فقط. أنماط التربية الخارجية الـ Type of Outbreeding. أول حاجة عندي خلط الصلالات أو الـ Crossing Breeding، وده أول حاجة أو أول قسم موجود عندي. وزي ما اتكلمنا إن بيتم في هذه الحالة إن أنا بلقح أنثى من سلالة بذكر من سلالة أخرى، الاتنين من سلالتين مختلفتين بس تحت نفس السبيش أو النفس تحت نفس النوع. وبيستغل هذه خلط السلالات دول اللي هو أحد أنماط التربية الخارجية، بيستفاد من المربي استغلال كبير. الاستغلال الأول أو الهدف الأول منه تكوين سلالة جديدة تجمع في صفاتها ما بين مميزات السلالتين. يعني ما ببدأ أجيب ذكور من سلالة مع إناث من سلالة أخرى، فبجمع الكروسنج اللي بيحصل عندي، فبجمع فيه صفاته ما بين صفات السلالتين الموجودين عندي. السلالتين دولي أقدر إن أنا أكون منهم بريد أو سلالة جديدة تحمل في مميزاتها ميزات السلالتين الموجودين عندي. وعلى سبيل المثال الموجود ماشية السانتا جرادوس دي نتجت من تلقيح ماشية البراهمة، ودي ماشية آسيوية مع البيف شورت هورن اللي هو شورت هورن اللحم، فكونني نوع المشي دون اللي بيحمل في صفاته مميزات السلالتين دول. الحاجة التانية زي أغنام الكوردل دي نشأت من تلقيح المارينو مع أغنام اللينكول. أغنام الكوردل دي نشأت من تلقيح أغنام المارينو مع أغنام اللينكولين، أنتج لهذا النوع. فمن أول هدف من أهداف خلط السلالات، طبعا دي سلالة ودي سلالة أخرى، أنا بلقح السلالة الأولى اللي هي البراهمة مع السلالة التانية اللي هي البيف شورت هورن، طبعا دي ماشية، ده سلالة من سلالات الأبقار مع سلالة أخرى من سلالات الأبقار عشان ينتج لي سلالة جديدة اسمها ساندرا جرادوس، ودي بتحمل في طياتها مميزات السلالتين. الحاجة التانية اللي هي أغنام الكوردل ودي نشأت من تهجين الأغنام المارينو مع أغنام اللينكولن عشان تحمل برضو زي ما اتكلمنا مميزات السلالتين في السلالة الجديدة. الهدف الثاني من أهداف الأوت بريدنج أو التربية الخارجية اللي هي إنتاج حيوانات لحم للتسويق. وفي الحالة دي إن أنا بستفاد من حاجة اسمها قوة الهجين أو الهيتروسيز، عن طريق إن أنا بهجن ما بين سلالتين وممكن يكون أكثر من سلالة، بحيث إن أنا استفاد من هذا الهجين بعد كده في عملية الإنتاج التجاري. طبعا بيكون ممكن يتفوق هذا الهجين عن كلا الآباء، سواء كان الأب الأول الذكر أو الأم التانية اللي هي الأنثى، أو قد يكون أحسن من يعني متوسط إنتاجه أعلى من أحد الآباء وأقل من التاني زي ما هنشوف في الأمثلة عندي. زي المثال الموجود ده، البوردر ليسيستر، بلقح ذكور من أغنام البوردر ليسيستر مع إناث من أغنام الشيفور عشان يكون لي حاجة اسمها الهالف بريد لام، اللي هي حملان خليطة. الحملان دي ببدأ أخد الذكور بتاعتها بيتم تسمينها ويتم ذبحها بعد كده. طبعا بيكون الهجين ده إنتاجه أعلى لأن بيحصل في حاجة اسمها قوة هجين أو هيتروسيس الكروسنج ده، فبسمن الذكور وببيعها
اما الاناث ممكن ان انا استخدمها بعد كده، اللي انا القحها بذكور من سفلك. الذكور بتديني حملان سريعة النمو، او اللي انا القحها بذكور من الاوكسفورد، اغنام الاوكسفورد، وتديني حملان سريعة النمو ايضا ولكن اكبر في الحجم. ففي الحالات دي انا بستفاد من حاجة اسمها قوة الهجم. طبعا برضه انا بستخدم اناث خليطة عشان استخدم حاجة اسمها الماتيرنال افكت او التأثير الامي للسلالة. انا دايما في عمليات تحسين او استخدام الكروسنج في الافضل ان انا استخدم الاناث خليطة. طيب احنا اتكلمنا ان انا عندي في خلط السلالات كذا حاجة، منهم اول حاجة اللي هو الخلط البسيط او السمبل كروسنج. في هذا النوع من الخلط السلالات بتكون سلالات لآباء نقية ولأبناء خليطة، حيث إن بقسم الإناث الموجودة عندي لفئتين، فئة بيتم تلقيحها بآباء نقية عشان يدوني حيوانات استبدال القطيع الموجود عندي، والشق الآخر من الإناث بزوجها مع طلوع من سلالة أخرى عشان يدوني أبناء هجين. يعني أنا في الخلط البسيط أو السمبل كروسنج أنا عندي كلا الآباء الموجودة عندي آباء نقية، لكن مجموعة الإناث بلقحها بذكور من السلالة بتاعتها عشان تديني حيوانات الاستبدال اللي أنا هستخدمها في عملية التلقيح، بينما القسم الآخر من هذه الإناث بلقحها بذكور من سلالة تانية عشان تديني أفراد أو أبناء خليطة بستخدمها في عملية الإنتاج التجاري. حاجة تانية الموجودة عند الخلط الدوري أو الروتينشال كروسنج، في نظام الريتنشن كروسنج او الخلط الدوري ده بيكون عندي احد الابوين نقيا ودايما تكون الامهات خليطه. يعني انا في الحاله دي بيكون برضه عندي الذكور والاناث، وفي غالب الامر ممكن يكون الامهات هي للخليطه والذكور نقيه. وقلنا السبب اللي انا بستخدم امهات خليطه عشان استفاد من حاجه اسمها صفات الامومه او الماتيرنال افكت، تاثير الاموي بتاع الام نفسه، ودي اللي بتوفر لابنها في فترات الحمل وكميات انتاج اللبن. لان لما يكون الام خليطه فبالتالي ممكن يكون عند زياده في انتاج اللبن والرعايه بتاعت الام للخلفه بعد الولاده، بيسموها الماتيرنال افكت اند ماذرنج ابيليتي. في عندي ممكن يمارس اول حاجه الخلط الدوري ده، يمارس الخلط الدوري ما بين سلالتين زي المثال الموجود عندي، يكون السلالة A والسلالة B. فببدأ ألقح أول حاجة السلالتين دول مع بعض، فبيدوني هجين نصه من A ونصه من B، يعني ال F1 أو الجيل الأول أو جيل الأبناء الجيل الأول بيكون عبارة عن نص السلالة الأولى ونص السلالة التانية. فببدأ ألقحه مرة تانية، أعمل باك كروس مع سلالة ال A، فبيبدأ نسبة الدم بتاعت السلالة A تزيد، هنا وصلت 3/4، بينما اللي بتقل بيكون الربع. أرجع ألقحه مرة تانية مع السلالة B، وآخد الهجين اللي هيطلع من هنا وأبدأ ألقحه مرة تانية مع السلالة A، وهكذا جيل بعد آخر، وبنلاقي النسبة في الآخر تلت لتلتين وبالتبادل. يعني مثلا كان تلت لتلتين للسلالة A، بعد كده بلاقيها تلت لتلتين للسلالة B. فدي بيسموه الخلط الدوري المتناوب او الكريسيس كروسنج، الخلط الدوري، او بيفسروه بالوراثه التصالبيه. ده لو موجود بين سلالتين. ممكن اعمل الخلط الدوري مع الطلوع نهائي، الريتنشنال تريمينال ساير سيستم. في الحاله دي اللي انا بلقح برضو ما بين سلالتين، سلاله A والسلاله B، الهجين الناتج اللي هو بيكون نص A ونص B اللي من سلالة البيرنت. طبعا ده سلالة وده سلالة أخرى، ده سلالة وده سلالة أخرى. هنتكلم دلوقتي في خلط السلالات، اللي احنا اتكلمنا سلالات الذكور بيكون من سلالة والإناث من سلالة أخرى بس تحت نفس الإيه النوع. الإناث الخليطة من هذا الجيل بلقحها مع طلاق من السلالة A، بعد كده باخد الكروسنج اللي نتج عندي ولقحه مرة تانية مع، طبعا انا بلقحه بطلاق، انا باخد الاناث في كل مره بلقحها مع طلاق من سلاله بي، وبعد كده بيكون عندي طرز او طرق او نوع ثالث من الطلائق ببدا القح بيه هذا الهجين اللي حصلت عليه جيل بعد اخر وهكذا. يعني اللي هو حتى من عنوانه اسمه الخلط الدوري مع طلوع نهائي، يعني انا بستخدم في النهايه
طلوع من طراز آخر أو طراز خاص يختلف عن البيرنت أو قطيع الآباء اللي أنا استخدمته في عملية التهجين. أو الحاجة التانية من خلط السلالات عندي أن يكون أحد الآباء أو كلهما خليطا. في الحالة دي أنا زي ما اتكلمنا في الأول ممكن أنا أستخدم أمهات خليطة عشان أستفاد من الماتيرنال هيتروسيس أو قوة الهجين الخاصة بالأم، وممكن أنا أعكس العملية وأستخدم أب يكون هو الخليط، وفي الحالة دي عشان أستفاد من حاجة اسمها الباتيرنال هيتروسيس أو القوة الهجين الأبوية الخاصة بالنين بالأب إذا كانت سلالة الأب هي المتميزة أو في صفر. والمثال الموجود عندي اللي احنا هنستخدم هنا كباش من ذكور البوردر لسيستر مع نعاج اللي هي اسمها الشيفو عشان يديني حملان. الحملان دي بتكون خليطة طبعا ما بين السلالتين، ده سلالة وده سلالة أخرى، ده سلالة وده سلالة أخرى، فبيديني أغنام يعني تحمل في صفاتها أو نصها من السلالة الأولى ونصها من السلالة الثانية، طبعا نصها العامل الوراثي. ممكن ناخد الذكور الخليطة بتلقح بالإناث، يعني أنا في الحالة دي أنا هستخدم الحاجتين، هستخدم الإناث الخليطة وهستخدم الذكور الخليطة. فاستخدم الذكور الخليطة عشان تلقح بإناث سوفلك أو ساوث داون عشان في النهاية تنتج لي حملان وذكور. الحملان الموجود عندي ذكور وإناث بتسمى للبيض، فأنا في الحالة دي استخدمت إيه؟ ذكور هي اللي إيه؟ اللي خليطة. أو أن أنا أستخدم إناث خليطة، أو أنا أستخدم إيه؟ إناث إيه؟ خليطة، بس في الحالة دي هلقحها بذكور من السوفليك أو ساوث داون، وبرضه هتديني حملان الاتنين هيتباعوا للتسمية. ده في خلط السلالات عندما يكون أحد الأبوين أو كلهما خليط عشان أستفاد من قوة الهجين الأمية أو الإيه الأبوية. اللي أنا بطلع عندي هجين من الحملان هالف لام بريد بيحمل في صفاته صفات سلالتين مختلفتين. بعد كده باخد الذكور الخليطة من الخليط الموجود عندي ده وألقحها بإناث من السوفليك أو ساوث داون عشان تديني حملان للتسميم، أو أستخدم الإناث الخليطة وألقحها بذكور من السوفليك برضه أو ساوث داون عشان تديني حملان اللي أنا أسمينها وبحمل ذكور وإناث. الحاجة اللي بعد كده أن يكون كلا الأبوين خليطا وذلك للاستفادة من قوة الهجين الأبوي. في الحالة الأولى كنت بستخدم ذكور، الحالة اللي قبل دي يعني كنت بستخدم ذكور خليطة أو اللي أنا أستخدم إناث خليطة. الحالة دي هستخدم ذكور خليطة أو إناث إيه خليطة، لكن هنا هستخدم الاتنين يكونوا خليطين، يعني الذكور والإناث يكون خليطة. على سبيل المثال أنا أستخدم سلالة سريعة النمو مع سلالة تانية عالية الخصوبة. أنا عندي سلالتين، السلالة الأولى سريعة النمو والسلالة التانية عالية الخصوبة، فبالتالي الخلطان هيكون سريعة النمو وعالية الخصوبة، هتشمل في مميزاتها كلا المميزات الموجود فين في الصفتين. وهجيب سلالتين تانيين، سلالة تكون سريعة النمو وجيدة اللحم، السلالة التانية جيدة اللحم، فبالتالي هتديني خلطان سريعة النمو وجيدة اللحم. طبعا ده خليط وده خليط، السلالات دي خليط وده ايه خليط. هبدأ ألقح السلالتين دول مع بعض تاني، فبالتالي في النهاية هتديني خلطان ايه؟ كثيرة العدد اللي متمثلة في الخصوبة، خصوبتها عالية وسريعة النمو، خدت سرعة النمو من هنا ومن هنا، وجيدة اللحم، خدت صفة جودة اللحم من الخليط اللي نتج عندي من التزاوج التاني. ففي الحالة دي أنا بستخدم ذكور وإناث خليطة، بستخدم ذكور وإناث إيه؟ خليطة عشان أستفاد من قوة الخليط الأمية وقوة الخليط الإيه؟ الأبوية. بعد الحاجة اللي بعد كده اللي هو الباك كروسنج أو الخلط الرجعي، اللي أنا يكون عندي برضه سلالتين مختلفتين، سلالة A والسلالة B، بلقحهم مع بعض هيدوني نص A ونص B. طيب السلالة الأولى دي هلقحها مرة تانية أو أعملها باك كروس مع A، هيطلع عندي خليط. طبعا نسبة دم الـ A بتبدأ تزيد، هنا كان نص ونص، هنا بدأت توصل نسبة السلالة A 3/4. وبرضه عملها باك كروس تاني مع الاي، فاصبح جيل بعد اخر هنلاحظ ان نسبة السلالة ايه بتبدأ تزيد جيل بعد التاني. ده الباك كروس بيكون مع احد الايه الاباء او بيسموه الخلط الرجعي مع احد ايه اباء السلالة المستخدمة مثلا وليكن ايه. الجرادنج او التدريج،
تدريج دون اللي انا ببدا ازود نسبه دم لسلاله معينه، وليكن السلاله الاجنبيه، جيل بعد اخر في السلاله المحليه الموجوده عندي. ببدا ان انا مثلا عندي سلاله اجنبيه بتحمل في طياتها جينات مرغوب فيها وهي خاصه بزياده الانتاج، وعند السلاله المحليه انتاجها محدود او صفاتها محدوده بالنسبه لنوع الصف اللي انا عاوز احسن ليه، وعايز ابدا اعمل تحسين لهذه السلاله. ببدا ازود نسبه دم السلاله الاجنبيه في السلاله المحليه اللي عندي جيل بعد اخر. فنلاحظ مثلا على سبيل المثال انا السلاله الاجنبيه هلقحها مع السلاله المحليه ال، هلاحظ ان في الخليط الموجود عندي نص ونص. هبدا القحها تاني مره تانية مع طلاق من السلاله الاجنبيه، هتبدا نسبه دم السلاله الاجنبيه تزيد. بعد كده جيل بعد اخر بعد اتنين هنلاحظ في النهايه ان نسبه دم الخليط اللي هو الهجين، نسبه دم الهجين الناتج عندي نسبه الاجنبي فيه عاليه او بشكل ايه كبير. احنا اتكلمنا دلوقتي وخلصنا اللي هو الخلط السلالات او الكروس بريدنج، خلصنا منه خلط البسيط، اتكلمنا خلط البسيط اللي انا عندي يكون عندي سلالتين. السلاله الاولى اللي هي سلاله الاناث بقسمها لجزئين، جزء بتلقح مع اباء بيور، اباء نقيه يعني من نفس السلاله عشان تدي حيوانات الاستبدال، بينما الجزء الاخر بلقحه بذكور بذكور من سلاله اخرى عشان تديني ايه خليط. الخلط الدوري ودون اللي انا ممكن اعمل خلط ما بين سلالتين عشان او بيسموه الخلط المتناوب، اللي انا ببدا القح سلالتين اجنبيتين مع بعض سلاله وسلاله، بعد كده الخليط الناتج بلقحه بالسلاله الاولى، في الجيل اللي بعده كده بلقحه بالسلاله الثانيه وهكذا. ده خلط دوري. وفي الخلط الدوري ده ممكن يكون عندي الابوين نقيين، اولا استخدم اناث هي اللي بتكون خليطه واباء نقيه، اباء يعني ما حصلش فيها تهجين، او اللي انا استخدم ذكور هجينه وامهات نقيه، او اللي انا استخدم الاثنين يكونوا الهجين، يعني كده سلالتين الذكور والاناث هجين. الباك كروس او الخلط الرجعي، ودون اللي انا ببدا اخلط اكتر باك كروس او الخلط الرجعي اللي انا ببدا القح الهجين نتج عندي مع احد سلالات اللي الاباء النقيه اللي انا استخدمتهم في عمليه التهجين. اما التدريجي اللي انا ببدا ازود نسبه دم الافراد الاجنبيه في السلالات او الافراد المحليه بتاعتي. الشق اللي هنتكلم عنه اللي هو الخلط ومن الخلط الخارجي والخلط القمي والخلط القاعدي وخلط الانواع. بالنسبه للخلط الخارجي او الاوت كروسنج، في الحاله دي انا ببدا استخدم عمليه الخلط او الافراد من داخل السلال، الافراد اللي انا بستخدمها في عمليه الخلط داخل السلال، يعني ما بيكونش سلالتين، يعني مش بيكون الذكور من سلاله والاناث من سلاله اخرى، ولكن كلا الذكور والاناث من نفس الايه السلاله، بس كل فيها اللي بيكون كل منهم من طرز معينه لاينز معينه، يعني ده من خط وده من خط تاني بس تحت نفس الايه السلاله، او فاميلز معينه افراد من عائلات معينه ببدا القحهم مع بعض، فبيعتبر ده خلط خارجي بس داخل نفس الايه السلاله. اول حاجه عند التوب كروسنج، وده بيكون فيه هي ذكور من خارج السلاله، يعني من نفس السلاله بس بيكون لاينز او خط بعيد، ودي ممكن استخدمه عن طريق اللي انا بعمل لاين بريدنج داخل الايه السلاله الموجوده عندي، وابدا اطلع منها ذكور استخدمها في عمليه التلقيم. فبقول لك في هذا النمط من التربيه الخارجيه بيكون الابوان من السلاله نفسها، يعني اثنين من سلاله واحده، ولكن اتطلعوا من طرز ممتاز وتميز بصفات معينه مرغوب فيها. وفي هذه الاحوال بيكون الاب مربى تربيه داخليه شديده، انا ممكن اعمل ان بريدنج وابدا انتخب ذكور او اطلع ذكور من السلاله الموجوده عندي وليس من السلاله الخارجيه، من نفس الايه السلاله، ببدا استخدم الذكور في عمليه التلقيم. البوتوم كروسنج او التلقيح القاعدي، في هذا النوع انا ببدا استخدم يكون هي الامهات اللي من طرز معينه وليس الذكور، يعني في الحاله دي بيكون الافراد المتزوجه والفردين من نفس السلاله، ولكن الام هي اللي بتكون من لاينز او طرز ايه معينه، وممكن برضو ان انا اطلعها عن طريق اتباع التربيه الداخليه. الخلط بين الانواع،
في الحالة دي بيكون أنا ببدأ أزوج أفراد مختلفة في النوع، مش في السلالة بقى، مختلفة فين؟ في النوع، يعني نوع مع نوع إيه آخر، يعني يكون لناس من نوع وذكور من نوع إيه آخر، زي اللي موجود عندي تزاوج بين الخيل والحمار عشان ينتج لي الإيه البغال. وفي في عدد التزاوجات دي عادة بيكون هذه التزاوجات لأفراد الناتجة منها إيه عقيمة أو قليلة الإيه الخصوبة. أو ترقية مثلا اللي حصل بين المشية الأوروبية وحيوان الباوسن، بيكون برضو الحيوانات الناتجة من هذه الأنواع أو تزاوج الأنواع حيوانات إيه عقيمة، برضو بيكون الأنواع الناتجة بستخدمها في عملية التحسين، أو الهدف منها اللي أنا يكون لي قدرة على العمل، يعني البغل بيكون لي قدرة على العمل وتحمل الأعمال الشاقة، بعكس الخيل شوية بيكون استخدامه أصلا هو رياضة وعملية الحروب والجري والحاجات دي. وفي نفس الوقت الحمار ما بيكونش بدنيا يساعدك في الشغل، لكن البغل ايه يدي في ميزتين الاثنين، اللي هو بيستحمل الشغل وفي نفس الوقت بكل القدرة على العمل لمدة طويلة بشكل كبير، يعني بيكون قوته اكبر من الحمار وبيستحمل عن الخيل. برضو زي المشاة الأوروبية والحيوان الباوسن. وفي النهاية أتمنى حسن فهم للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.